واحد كلنا واحد ملناش دعوة بأي واحد ولا بقريب ولا بغريب ما بنشربش بيبسي بنشرب حليب بعمل رياضة باكل بروتين أنا وعيالي جسمنا متين بس يا عبد الكريم سيبهم نايمين ما تخلي في قلبك ذرة حنين ماما كريمة شوفي لي جريمة عند صحابك ولا معارفك أعمل ترند وأطلع الهند شهرة وجماهير وفلوس كتير بكرة هنكبر سوا وانتي بس يا أكرم ألف وبتاق 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 والعب فرصة وصو بس يا أكرم واسكت بقى وبطل فيها وهو العيال مش عارفة تذاكر سيبني أعلمهم هترد يا كرم يا كرم اللي وجعت دماغي من ساسر راسي سيبيني أنام وبطلي ضربي في الكراسي رايح حفلة جت على غفلة سيبيني أخيم انت قعدت وطمنتي بقى لابنك هيعملها الاكل؟ اه يا ابني حبيبي هيعملش هيعملش ليه؟ ابنك المعفن مش حبيب ده المعفن اسمه ايه؟ اكرم المعفن ما تقولش كده يا عشان لو هو معفن يبقى انت اخر معفن ده ما بيغسلش ايده غير كل سنه انا معفن انا بغسل ايدي على طول يا واد يا حقن يا ماما هيخلص اكل امتى؟ وريني درس يا ماما هديه للعيال مش هينفع كده عيال مين اللي هتديهم الدرس؟ والنبي اقعد يا عيال وريني درس يا ماما مديه مواعيد للعيال يا ماما هياخدوا ياخدوا اه للتسريحه يعني وكومودينا التسريحه وكومودينا يا ماما ماشي يا كراميل انا بنزل للعيال دلوقتي اخوك هيخلص دلوقتي وهيعمل الاكل ومش هيكسب مش هاكل من الاكل هتاكل الاكل؟ ايوه هاكل نسيت ماما الاكل اربع مرات يا طب وايه يعني لما يخليها الخمس؟ ما كانش يعمل في بيت ابوه يعمل فين لما يتجوز اشتغل ايه ده الكلام ده بيتقال العروسه اشتغل شيف لا ولابني برضه يشتغل شيف ما هو شيف في بيت امه لا مش هنا مش في بيت ابوه بس على الاقل هو احسن منك هو بيعمل انا بس سؤال مش تاني انا هم الاثنين اريح من بعض دي بتكلم نفسها بتدي درس لنفسها وده معف هم الاثنين زي بعض وانت اخرى غريتي منه بقيت حقنه انا عايز ماما جايين يا ماما عايز اعمل درس طب يا حبيبتي اعمل لكم بعدين هاكل العيال كمان معايا مش هينفع كمان ايوه بعضهم بقى ما تشوف بنتك دي لا ناقص جايب لنا عيال جايب لنا مين تاكلهم معاه يعني مشكلتك دلوقتي مش الجوع لا الجوع واكل العيال كمان طب انا جعان طب ان شاء الله هيعمل الاكل ومش هيكسفني مش هتلاقي وحش ولا هتحب بقى لما انتوا بقى تقعدوا تتغاظوا كده وهو عامل اكل كده خليك اغسل ايده الاول روح يا ماما لا انا قايل له يغسل وحط له الصابون طب لو الاكل باظ بقى هو يا ابني هو اصلا ما بياخدش باله من الصابون انا عارف ان حبيبي انت عارفه خالص ايه معفن معفن بس حطي تحتها كده مليون خط كده المعفن ما حدش حبيب امه ابدا ولا حد بيسمع كلام امه انا لا غير المعفن كويس انت انا لا لا انت كراميلا حبيبتي كراميلا يا جماعه مش اخوك اكل ونايم انت كده لسه بقى معايا مش انا جعان ما انا قلت لك هيعمل اكل او اعمل لك فنجان قهوه وهعمل اكل تمام ماشي ولا بلاش اما تاكل خلاص ما هو انت مطيع قوي كده طب انت كويس اهو امال بتعمل ايه على الولد انا جعان زكي ابلة اما يخلص الاكل هناكل كلنا دلوقتي انا هقوم اشوفه عمل اكل ولا لا ماشي دقيقه واحده بس بص يغسل ايده بقى بس يا واد يا حونه يا واد قول عشان العيال عايزين ياكلوا بس يا كراميل اهدي كده وانا جعان ايه ده ايه ده حبيبي ايه ده لو جبت علي ما تجيش هشوفك انت عملت ايه عشان انا قلت لك اعمل اكل تيجي ليه ابوك كذبتني لا والله العظيم ده انا عملت لك اكل كده بصي وعمال تاكل وهم جعانين سمي الاول قبل ما افتح انا هسمي سمي بسم الله الرحمن الرحيم قول اللهم صل على النبي ايه رايك وحشي الله بس كده كده اللي بتعملي فيها طلعوا فيك وحشي بتعمله امال ايه يا سوسه ده انا شيف قديم اصلا يا سوسه ده على قديم طب هساعدك طيب طب تعالى عشان انا اصلا مش عارف اغلف ولا عارف اعمل انا عملت لعب بس مش عارف اغلف طب حاضر بسم الله الرحمن الرحيم تعالى تعالى بس عم ما بيتحركش لا بيتحرك والله اتحرك وين كده ما تستنى يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم سمي بقى انت كده ايه ده ورا عينك كمان صلاة على الصلاة ايه ده يا ولد ايه يا نهار ابيض طب يلا بسرعة بقى عشان يجوا لا شاطر يجوا ايه؟ طالع لهم يجوا انا اعمل الاكل ده ليا بس ده نخلق ايه وين ليك؟ وين ليك ده؟ اوعى يا ولد اوعى يا ولد عملت ايه تاني؟ وريني كده فراخ ما شاء الله ما شاء الله
مطنية. ايه عسل ده؟ مطنية. الله. طب يلا يا يلا يلا انا هغرف الراس. اغرفي بقى ما هي لهم. لا طلعت شاطر. اول مرة اهو. طلعت واعي يا ولد. نعم حالي. ايه ده يا امها ده عيالي. طب اغرفي بقى خلصي. مش ده يعني. زمان هيموتوا من الجوع بره. ده مية مية. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ طب تعالى خد مني بقى. ايه رايكم بقى في الاكل؟ ايه رايكم؟ مش زي كل مره؟ لا تحفه. لا رز ايه مفرفر وجميل ازاي؟ مفرفر؟ اه بس رز سيوف بصراحه مش عاجبني. الصباع ده يستاهل بقى. لا اه يا جماعه والله جميل. يا جميل عيبان. ايه رايكم؟ مش عاجبني. ينفع شيف؟ ينفع. بقول لك يلا ده خلاص الطبق بتاعه. اللي هتيجي تطلب ايدك مني هقول لها ده استاذ وطبيب. تطلب ايدك مني؟ ايه؟ عروسته من ورا عروسه. ما انا قلت دول عروسه اللي تطلب ايد الراجل. هو فين الراجل ده؟ ما انت مين؟ ايه؟ امي يا فرام الله يحفظك. لا انا باكل. ماما انا هموت من جوع هموت من جوع. يا بنتي لو حضرتك تحت اسناني يا بنتي هرعش. يا بنتي ده انت اسمك كراميل. ما انت تسميني كراميل يعني تكون في ثانيه يا بنت. انت مسمينك كراميل. امي بتطمع. لا يا امي خليها. كل شويه اجيب لك كل شويه. ما خلاص راحت اصلا بقالي ساعه بتتكلمي. ما عرفت. مش عارف. لا بس الاكل طعمه مش حلو. ايه رايك مش جميل؟ انت خلاص كل ادي كده. ايوه حاجه من هناك كده من الطبق ده. انا اللي هتعملي ايه؟ هاب. لا ما لقيت على الارض. يا امي امي قومي ارميها هات معايا تانية. يا عم احنا من التراب وراجعين من التراب. التراب ايه يا بلدي؟ لا عايز الطبق. طب بصولي ده ايه؟ طب من الاتيكيت انت كنت تجيب لي معلقه مش واكل بتضحكوا؟ استني اعطوها يا عم استني هتستني تعالي يا ماما مش هقول لك انا باكل يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما ما تزعليش يا ماما ولا بقريب ولا بغريب. لا بنشرب شيبسي بنشرب حليب.